عمي احنا ناس نريد نلقي مظلوميتنا وان شاء الله يوصل صوتنا. اكو ياهل هسه ياهل للنجدة يقول ماكو حكومة وماكو دولة، ان شاء الله نثبت لهم اكو دولة، صوتنا يكون يوصل المعالي رئيس الوزراء والمعالي وزير الداخلية السيد عبد الامير الشمري، ان شاء الله ياخذون حقنا. عمي احنا ناس فقرة، اجينا قعدنا بهاي القاع بالبداية من صار ورا السقوط بسنة، هاي صار لنا من 2004 2005 ولحد الان استغلينا هاي القاع وقعدنا. قالوا عمي هاي القاع جانا واحد راجع الوقف السني، قلنا له عمي الوقف السني، قالوا يريدون ايجار سنوي، قلنا عمي وياكم ايجار سنوي، رحنا سوونا عقود طلع الظاهر يبوق بينا واحنا ما ندري، متفق ويا ناس من الوقف السني، رحنا للوقف السني للعامه، قالوا عمي هاي القاع مو انه للماليه، لا حد يعطي فلوس، قطعنا ما اعطينا فلوس. ورا فتره بدات تطلع علينا دوريات من الامانه، يابا هاي القاع، قال قلنا لهم عمي هاي مال ماليه، قالوا شكو قاع للماليه للدوله رجعت للامانه، قلنا لهم عمي بيكم خير وتتدللون، امر من؟ قال امر صادر بيكم من قاضي اسمه حسام عبد الكريم. يابا زين انت غير توفر لنا بديل حتى الشيء لنا؟ قال لا انت شيل وبعدين انت وين انت قاع مستغلها وهاي مو الك. عمي زين اكو قرار قاضي، اكو رسمي شيء رسمي نشوفه؟ قال ماكو. اجوا مره مرتين، مره راد هذا البيت الركن، اجى ثاني مره قال على البيت ذاك 450 متر قال هذا البيت الركن مال هم راجع للقاضي، اجى ثالث مره قال هذا البيت عمي نريده وهذا اللي بصفه وذني اللي بصفه الاثنين ذني الاربع بيوت. اجى غفله الساعه 10:30 الصبح دق الباب، قعد اخويا من النوم شيل اصعد بالدوريه، طلع الرجال ابو مصطفى شيل اصعد بالدوريه، صعدوهم وراحوا. على شنو؟ شنو الامر؟ عمي وين؟ قال احنا دازيكم اربع بلاغات، اربع بلاغات باسم من؟ ما يعرف اسم الاخذه منه. ما عمي قلنا لهم ما يخالف، قالوا للاحد عليهم دعوه للاحد ان شاء الله تسري اوراقهم للقاضي ويطلعون بكفاله ومخدريننا. رحنا الخميس من هذا خميس وجمعة وسبت قالوا إن شاء الله يطلعون، ما طلعوا ويسحلوننا، هذا يدزني على ذاك أركض منه أركض منه. عمي الدعوة شنو الدعوة؟ ما حد يعرف. عمي من المشتكي علينا؟ ما حد يقول لك. يابا جيبه ودي المركز باب المعظم، مركز باب المعظم عمي الدعوة يمكم، المنا أروح المنا أتجه؟ قال عمي هذا مودعينا يمي الدعوة يم أمانة بغداد، اروح الأمانة بغداد يقول عمي القاضي حكمهم خمسة ايام، خمسة ايام يخلي البيت وتصور ليام فلش قاع، يلا عود اطلع ابنك. عمي وينك ليش قرار؟ قال ماكو، انت تروح تصور لي بيتك قاع ان شاء الله واطلعك اطلع لك ابنك. محكومين خمسة ايام اليوم الاحد، الشرطي اللي بالباب يقول لي لا حكمهم ثلاث ايام، يجي المندوب مال المحكمة يقول حكمهم خمسة ايام. يابا من اللي حكمهم؟ اسم القاضي منو؟ ما حد يقول. الدعوة شنو؟ المحكمة وين؟ يم سيد حمد الله. الدعوة شنو؟ ما حد يقول لك. وهاي احنا ناس فقرة. فلش بيتك واطلع، فلش بيتك واطلع. وهاي المن تروح بس المشتكي ان شاء الله يوصل صوتنا الرئيس الوزراء، وان شاء الله يوصل صوتنا الرئيس القضاة الاستاذ فايق زيدان، ان شاء الله يقولون عليه انسان عادل وما يقبل بالظلم، وهاي الناس مظلومة. وهاي العالم هاي قدام عمي. هذا الحكي بيه غلط، هذا الناس اسالهم عمي تعال اتجي صور البيت، صور البيت يقول له فلش عمي وتعال فلش وتعال. عمي هذا قرار رئيس وزراء، قال انا ما اعترف برئيس وزراء، ما اعترف فيه، من السوداني اقطع ما حدا.